عايش بصلح كور لعيال بفرح، كل اللي جه زعلان خرجته متبسم. الكورة لو فرقعت عمك يصلح، قوم يلا كمل لعب، شوف فرقتك، قسم باصي لزميلك، الحياة مشاركة، واقسم رغيفك تلقى فيه بركة. السيرة هي الورث والسمعة والتركة. أهلاً وسهلاً، ازيك يا حاج مصطفى؟ الله يخليك. ايه المحل الجميل ده؟ ده انتوا اللي منورين الدنيا والله. محل جميل قوي. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ رضا. وشارع جميل. الله يخليك. انا بقالي 50 سنه هنا. 50 سنه في المحل ده؟ في المكان ده. 50 سنه بتاع كوى. كان والدي، هو اللي موجود. وطبعا انا لما توفى توصلت انا بقى. وبتصلح كور؟ بصلح كور، بس كنا اصلا بنصنع. وبطلت تصنع ليه؟ الصين بقى فتحت، بقى بوظت الدنيا. طبعا الكور رخيصه. رخيصه، خاماتهم رخيصه. لكن كنت بتصنع بنعملها، بنجيب جلد نقطعه ونفصله ونجمع الكوره. نجمعهم مع بعض نعمل كوره. والكوره الجلد دلوقتي في كور بلاستيك وكور ما هو ده بقى المشكله. هم دلوقتي الناس بتبص للمنظر، الحاجه الفينش بتاعهم، انما ما بتبصش لحاجه عمليه. لا، وبعدين النهارده ما فيش حد بيعمل كده، لان هي انقرضت تقريبا. بس الكور لسه في كور جلد طبيعي وفي كور بلاستيك حسب سعرها بقى. ما حدش بيعمل، هي ممكن تيجي من بره بس كل صناعه. وبعدين في بتاع ده الكور اللي بتيجي منظر، وبعدين كور غاليه مش رخيصه. بس يعني الكوره اللي ب 500 600 جنيه دي صناعي؟ توصل 3000 جنيه وصناعي بقى. معقوله؟ اه والله. 3000 جنيه كوره؟ توصل، اللي هي بتاعت المباريات، بتاعت المباريات. ومحلك هنا، احنا في ظهر قصر عابدين. معروف في حد؟ انا الدنيا كلها تعرف. الله اكبر. الحمد الله لله. حاج مصطفى كوره. ايوه الشهره كده. الشهره حاج مصطفى كوره. ويجوا لك مخصوص في المحل بتاعك. يقول علشان يقول لي، لان انا يعني معاملتي مع الناس الحمد لله كويسه. زباينك يعني اغنياء ولا فقراء ولا عاديين؟ ولاعيبه كوره وبتاع. ولاعيبه كوره مشاهير. ولا بتاع ده، وبيعملوا عمليات ومش عارف ايه، فكله شغال على كده دلوقتي. طب تيجي بدل ما هنا دوشه قوي يا حاج نتمشى كده. طب يلا. واخدني على فين في الشارع؟ لا هدخلك على مكان انا سوق الليمون. ومكان هادي، انا لما بخلص بخش اقعد فيه على اساس هدوء. ده زي قهوه كده؟ زي قهوه. هي الشوارع القديمه دي احلى. أيوة حاجه. ايوه، بيبقى فيها اماكن كده مستخبيه. أيوة. وكل ما تلاقي كده يمين تفتكر انها قرى سد، يطلع لك الشمال على طول. اللي بيخش كده في قرى سد، انما في جوه في قهوه. بعد ما بخلص احب اقعد هنا شويه اهدى اعصابي شويه. ده يعني مكان كويس وفي نفس الوقت بعيد عن الناس. هو بعيد مع ان احنا في حته كلها حارات وشوارع، وفجاه تلاقي انفراجه كده. قلب باب الخل. هنا في قلب باب الخل. اللي ورانا ده باب الخل. ده جامع الحين. ده جامع الحين. وورانا هنا شارع رئيسي. ما هو هنا ده الشارع ده طالع شارع بورسعيد، طالع على السيده، الناحيه الثانيه شارع محمد علي. والشارع ده كان بيمشي فيه زمان، كان بيمشي ترمايات. الترماي صح؟ اللي بيروح الاماريه والواي نور، اللي بيروح العباسيه، رود الفرج، يعني كان ده محطه رئيسيه تعتبر. يعجبك زمان عن ما يعجبك دلوقتي؟ اكيد الروقان بتاع الحال بتاع البلد احلى من دلوقتي بس الدنيا زحمه. بس انت شكلك رايق يا عم مصطفى. الله يخليك يا استاذه، بس لما شفتك والله شكلك طبعك رايق. الحمد لله. ما احبش انرفز نفسي يعني، ولا زي نفسي. يمكن المهنه دي، بما انك شغال نفس المهنه بقالك سنين. وبتتعامل مع حاجه ممسوكه كده. مش يمكن ده بيهدي الاعصاب؟ ماشي، بس برضه هي طبيعه في الانسان. يعني انا طبيعتي كده. ما احبش اضايق نفسي، حد يضايقني بتاع، ما فيش عندي الاخر عن شعوري. لا. مين اللي علمك المهنه دي يا عم؟ والدي اصلا كان بيصنع الكوره دي، فانا حبيتها وانا معاه. كان معانا ناس وبتاع، كان لاقينا انا اجي من المدرسه اقعد عايز اعملها. قال لي انت غاوي يعني؟ بقيت اشتغل من وراها. طبعا لما كبرت بقى وهو توفى كملت انا بقى المسيره
في التسعينات كده بدأت الصين تنتشر، تلاقي ولادك بقى ما اشتغلوش في نفس الحاجة. لا، أنا ولادي علمتهم. أنا كنت بروح بورسعيد وأروح الإسماعيلية والقنطرة عند ابني الكبير، ما كانش يسيبني، يقول لي لا علشان ما تتعبش أجي معاك. ليه كنت بتروح بورسعيد؟ كنت بشتغل هناك، بيجيبوا لي كور فيقولوا لي نجيبها لك هنا، أقول لهم لا، أنا جاي لكم أخلصها هناك علشان إيه؟ تبقى المكان هنا عندي مش ما استحملش الحاجات دي. كان نادي مثلا بتعامل مع نادي؟ نادي، انا كنت علاقتي بلعيبه الاسماعيلي اسماعيليه كتير، احمد حسن، عاطف عبد العزيز، حماده، هم الناس دي كلها الحمد نجوم الفريق الاسماعيلي، نجوم الاسماعيلي، سعفان، فكنت بروح وباجي، كان الواحد برضه لسه صحته حلوه يعني، فالحمد لله يعني الواحد برضه لف الدنيا وعاش مع الانديه كلها وحبايب كتير فيها. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا عم؟ لا اهلاوي. انت اهلاوي، انا زملكاوي. معلش. لا معلش جت معلش بعرف كده بس طلعت قوي. يعني جالك واحد اهلاوي ولا زملكاوي تخلص كور مين الاول؟ لا والله بصي ما بفرقش انا في الحته دي، بخلص الاثنين، اللي جه لي الاول بعمل له حفظ جدع، انما اهلي وزمالك ده عصب حاجه كده معانا نفسينا احنا، انما علشان خاطر ان انا اميز ده عن ده لا. طب والسعر تحدده على الشغل ولا على شكل الزبون كده؟ لا لا على الشغل، دي فيها كذا بعملها كذا، دي فيها كذا، ما ممكن جايبها ما اعرفش انفخها ولا انفخها عادي. هي ممكن يجرى لها ايه الكوره يعني؟ هي تتخرم. تتخرم؟ لان اغلبيه الانديه عامله حديد وبتاع شبك والكلام ده، فبتيجي بتتخرم. وكور الولاد بيجي لك ولاد عاديين ولا بس انديه يا عم؟ لا والله هو انديه وولاد برضه عاديين، حتى العيل ما ببصش ولد عاجل يعني، برضه ببقى حنين معاه. تبقى حنين مع العيال؟ تجيلي هنا العيال كلها تيجي عايزين نمسك الكوره دي، ويجي يديني فلوس اقول له لا، ولد عاجل يعني جاي واخد مصروفه هاخد منه؟ اقول له لا اجري هات لك حاجه يلا. مين اكتر مشاهير تعرفه من لعيبه الكوره بيجوا لك هنا؟ حسين الشحات كان بيجي لي هو والده، وصلاح ريكو من هنا. النجوم يعني القدام ما يجولكش؟ القدام والله لا، يعني الخطيب حسن شحاته، كان عندي فاروق جعفر، عمر النور بتاع نادي الزمالك الله يرحمه كان قريب عندي، كان بيجي لي بقى من الترسانه، مصطفى رياض الشاذلي، كمال كنت كنت في اختبار بيوم، وكنت لما اروح اقعد معاهم يقول لي تعالى اقعد معاهم. النهارده اللعيبه اللي بتلعب كلها بتبص الملايين طبعا. طبعا وهو ده يعني حال الدنيا، لأن ده مستقبلهم وقت عيشهم.